أصدر حزب الأم وحزب الوحدة الشعبية الإثيوبية ومنظمة الوحدة لعموم إثيوبيا بيانا مشتركا بشأن الهجوم العنصري على أمهر الأبرياء في الشرق واللقة بإقليم أوروميا، وطالبت الأحزاب في بيانها الحكومي بوقف قتل ومعاناة الأبرياء وأن العنف دام لوقت طويل خاصة في السنوات الأربع الماضية. وطالبت أيضا الأطراف التي طالبت وقف الاعتداءات على المواطنين الأبرياء للحكومة بتقديم شرح واضح للموضوع وقيادة المنطقة حتى يتم ضمان السلام الدائم. تشير المعلومات المختلفة إلى أن جرائم الإبادة الجماعية والنهب والتدمير للمواطنين الأمهر في منطقة أورومية، على الرغم من أن هناك مجموعة تدعي أونق شني، إلا أن هذه المجموعة تسعى إلى زعزعة استقرار ليس منطقة والقايت فقط، أي أيضا لها أجندة غريبة تسعى من خلالها إلى زعزعة الاستقرار وإشعال نار الطائفية والحرب بين الشعوب، حيث تقوم هذه الجماعات الإرهابية الذي تسمي نفسها أونق شني بقتل الأبرياء. وأعتقد أن قتل المزارعين والأطفال والنساء ليس فقط بدوافع العرقية، إنما لتحقيق أجندة خارجية. وقالوا الأحزاب إنه إذا لم تحل القضية قريبا فإنها ستؤدي إلى انقسام مدني، وطالبت أن الحكومة يجب أن تحاكم القوات التي تحاول تحقيق مكاسب سياسية بقتل الأبرياء. إذا كان لديهم أسئلة سياسية أو أجندة يريدون أن يحققوها، يجب أن يجلسوا مع الحكومة وليس مع المزارعين والنساء والأطفال. إن هؤلاء الأطفال والنساء الذي يموتون في واللقة ليس لديهم أي توجه سياسي، ولا هم مسؤولون عن الاقتصاد أو عن الدفاع عن أي شيء، إنهم مواطنون عاديين. إن المزارعون فقراء يتعبون من أجل الحصول على رزقهم اليومي، ويتم قتلهم بسبب العرقية سواء أنهم كانوا أمهر أو غيره. يجب أن يتوقف هذا العمل. وقالوا أيضا إدانة محاربة العنف والقتل الجماعي بحق المواطنين الأبرياء وخاصة أبناء الأمهر. إن دماء الأبرياء التي تسيل في منطقة واللقاء أمر فظيع جدا، لا يجب أن يموت الأشخاص على حساب الأعراق والأديان، وهذا شيء يهم كل الأقالي. كما أن في إثيوبيا شعبا وحكومة وقفوا ضد التطرف الذي حصل في إقليم العفر وإقليم أمهرة، يجب أن يفعلوا كذلك فيما يتعلق بولقة. هناك الكثير من الأطفال والنساء والأبرياء يموتون بسبب العرق، لا يجب أن يموت الإثيوبيين بسبب العرق. يجب أن نحافظ على وحدتنا وعلى وحدة شعوبنا الإثيوبيين، وأن ما يحصل الآن في منطقة ولقة هو أمر مهم ليس فقط لأمهرة وأورومو، بل أيضا لكل الأقاليم الأخرى مثل إقليم العفر وإقليم الصومال وغيرها. يجب أن ندافع عن حقوق الإنسان وعن مكتسباتنا الوطنية وأن نسعى للحفاظ عليها.